استقبل سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام سعادة السيد ألستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. وأكد سعادة وزير الإعلام خلال اللقاء عمق علاقات التعاون التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده هذه العلاقات من نماء مستمر يعكس ما يربط بين البلدين من شراكات استراتيجية. وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإعلامية. قام سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية بزيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في المجمع الأمني بمحافظة المحرق، وذلك بمناسبة استئناف العمل فيه، حيث كان في استقباله العميد ركن علي الكبيسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني وكافة مدراء الإدارة. وخلال الزيارة التفقدية أشاد سعادة رئيس الأمن بما يقدمه المركز من خدمات وتسهيلات للمواطنين والمقيمين، والتي تأتي تنفيذا لتعليمات الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية ومواصلة عمليات التحديث والتطوير. واطلع سعادة رئيس الأمن العام خلال الزيارة على آلية سير العمل في المركز والتقنيات الحديثة التي يحتويها والتي تضمن سرعة خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم، موجها إلى ضرورة مواصلة العمل للتحول الإلكتروني وتطوير الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع توجهات الحكومة الموقرة. أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة إن التعليم المستمر اليوم يعد متطلبا أساسي. جاء ذلك بمناسبة إطلاق معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني دورة إلكترونية بعنوان أساسيات الأمن السيبراني، والموجهة إلى الكوادر العاملة في مختلف المؤسسات في القطاع العام في مملكة البحرين. من جانبه أوضح الشيخ سلمان بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني إن المركز يسعى إلى الوصول لأنظمة وخدمات حكومية أكثر أمانا عبر زيادة وعي موظفي القطاع العام بالأمن السيبراني عن طريق تقديم مختلف الدورات والورش التدريبية بشراكة استراتيجية مع معهد الإدارة العامة. في إطار خدمة الوطن والمواطن وضمن الجهود المبذولة الاعتيادية، صادق مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه الخامس برئاسة المهندس صالح طرادة بقاعة اجتماعات مدير عام أمانة العاصمة على تغيير تصنيف مجموعة من العقارات. جلسة أمانة العاصمة اليوم كان درسنا عدد من التوصيات اللي وردت من اللجنة الفنية ولها علاقة بتغيير تصانيف. مثل ما تعرفون التخطيط والتطوير العمراني تراسل المجالس البلدية ومن ضمنهم مجلس أمانة العاصمة للموافقة على تغيير بعض التصانيف، وشملت اليوم الجلسة تصانيف في مختلف مناطق البحرين منها العكر، جد حفص، المنامة وسند. فالحمد لله جميع الأمور كانت طيبة والكل يعني القرارات اللي تم اتخاذها بناء على معرفة تامة بالتغييرات المطلوبة، فكان يعني كل أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على التغييرات المطلوبة من قبل اللجنة الفنية. وتم تغيير تصنيف السكن الخاص ومناطق الخدمات والمرافق العامة ومناطق الطرق والشوارع إلى تصنيف مناطق الخدمات الدينية بمنطقة جد حفص مجمع 423 لصالح توسعة جامع المدني. مساكم بالخير. طبعا اليوم استعرضنا في جلسة مجلس أمانة العاصمة العديد من التصنيفات، أبرزها تصنيف مخطط جزئي لمنطقة جد حفص، ومن حيث وافق المجلس على اعتماد تغيير تصنيف بعض العقارات لتوسعة جامع المدني، وهذا من أبرز المواضيع اللي اليوم تم ناقشناها. كما وافق المجلس على تغيير تصنيف عقار بمنطقة العكر الشرقي بمجمع 623 من تصنيف مناطق السكن المتصل باء إلى تصنيف مناطق الخدمات الدينية.
استقبل السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لبناء الأجسام والسيد هشام البلوشي مدير الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية البحرينية منتخب بناء الأجسام بعد مشاركته في بطولة العالم لبناء الأجسام والتي أقيمت في إسبانيا مؤخرا بعد تحقيقهم 4 ميداليات ملونة، ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية. وقد أحرز اللاعب عبد الله فاروق المركز الأول، وفاز اللاعب مسلم البنا بالمركز الثالث، وفاز اللاعب عبد الله عيسى بالمركز الثاني، وفاز اللاعب خالد السعيدي بالمركز الثاني.